تدريب 5000 معلم لرفع الوعي البيئي بين طلاب المدارس. وفي إطار التأهيل والتدريب، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تدريب نحو 5000 مدرس لنشر الوعي البيئي بضرورة الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية، مع تنفيذ أنشطة لطلاب المدارس وذلك بهدف توعيتهم. هذا وشددت أيضاً الوزيرة خلال لقائها بأعضاء من مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على اهتمام الوزارة بإدراج المفاهيم والقضايا البيئية داخل المناهج الدراسية للفئات المختلفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف الطالب بقضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.